هجمات كثيرة تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على مناطق عديدة ومتفرقة في مدينة تعز، علها تستعيد مواقع خسرتها وباتت تحت سيطرة المقاومة، أو على الأقل تعيق تقدم المقاومة التي بدت هذه المرة أقرب ما تكون إلى فك الحصار عن المدينة. فمنذ سيطرة المقاومة على مواقع هامة غربي تعز منها جبل هان وحدائق الصالح وتبتة الكامل والمقبابة، وفتح الحصار جزئيا على المدينة عن طريق السيطرة الكاملة على خط الضباب الرابط بين المدينة والعاصمة عدن، لا يكاد يمر يوما دون قصف أو محاولة تسلل. كان آخرها الهجوم الذي صدته قوات الجيش الوطني والمقاومة على محيط جبل هان غربا، والاشتباكات التي تجددت في منطقة حسنات وصالة شرق المدينة، بينما تقصف الميليشيا الأحياء السكنية من مواقعها في تبتي سوفيتيل والجهشة. قرى الريف هي الأخرى لم تكن بمأمن، حيث تعرضت قرى عزلة بني عمر في مديرية الشمايتين للقصف المدفعي من أماكن تمركز الميليشيا في مديرية الوازعية، وشهدت جبهة الأحكوم اشتباكات متقطعة أعقبت قصف الميليشيا لمواقع المقاومة في التبة الخضراء من أماكن تمركزها في منطقة الأكبوش وتبة الأنكاب. وفي مديرية الصلو أيضا أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل للميليشيا وأسرت عددا من عناصرها.